ننتقل الى المكمل الغذائي اللي هو مكمل للرياضة مع بيرلا وبعدها نعود. اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، فقرة صحتك مع بيرلا ضمن برنامج يوم جديد. اليوم سبق وحكينا عن موضوع الشوكولا للأطفال، اليوم حبيت خصص نفس الموضوع الشوكولا ولكن هالمرة مع المرأة الحامل. مثل ما بنعرف بالحمل يمكن هرمونات تتغير، بيصير في المرأة بتصير تتشهى مأكولات شوي حلوة أكتر مالحة أكتر، وخصوصة الأغلبية بيطلع عبالهم يأكلوا الشوكولا، يمكن يقفوا وقعة الغداء ويصير عبالهم أكتر بعد الظهر ياخدوا الشوكولا. هون النصيحة أكيد للمرأة الحامل، أهم نصيحة تكون قد ما فينا ولأن المأكولات اللي نحن متقبلها خلال الحمل نكون عم نقطعها وننقي المأكولات المغذية، وهون أكيد أخصائية التغذية عندها دور كتير كبير بهذا الخصوص، ولكن ما رح فوت أنا هلأ بالتفصيل، سبق وحكينا عن هالموضوع ورح أرجع خصص حلقات كمان جديدة عن هالموضوع، بس اليوم رح أحكي عن الشوكولا. هل هو فعلا سيء لصحة المرأة الحامل وللجنين، نعم أو لا؟ دارك تشوكولات أو الشوكولا المر أو الشوكولا الأسود اللي هو فوق 70% كاكاو أو كوكو أكيد بيكون أفضل من الشوكولا الأبيض أو الشوكولا بالحليب المحلى، ولكن كل هالأنواع مثل بعضهم بدهم يحتووا على الكافيين. الكافيين هو بحد ذاته رح يكون ما رح يخلي، يعني ما رح يخلي الدم يكون عم يدخل لعند بقلب البلاسنتا لعند الجنين، وهذا الشيء إذا عم ناخد نسبة كتير مرتفعة طبعا من الكافيين رح يكون سبب من الأسباب اللي معقول تأدي أو تزيد خطورة الإجهاض. قديش المسموح كنسبة من الكافيين؟ ما عم نحكي أكتر من 200 ميلي جرام، لكن 200 ميلي جرام من الكافيين يوميا هي مقبولة، يعني هذه الكمية هي اللي ما لازم نتخطيها إذا نحن حامل. 200 جرام يعني 200 ميلي جرام يعني مش أكتر من فنجان صغير من القهوة. الأشخاص اللي بيقدروا يتخلوا عن عادة شرب القهوة أكيد أفضل، ولكن بنسبة قليلة ما رح يكون عم يضروا الجنين. ليش كمان الكافيين سيء؟ لأنه مثل ما بتعرفوا خصوصا لأشخاص أكثر من أشخاص آخرين بيعلي نسبة دقات القلب، وهذا الشيء كمان ممكن يأثر على ضغط الدم، ونحن أكيد لازم ننتبه على ضغطنا لما نكون حوامل. بدي أذكر أنه 30 جرام من الشوكولا بيحتوي تقريباً ل 20 ميلي جرام من الكافيين، منا فعلاً نسبة مرتفعة، ولكن إذا نحن عم ناخد أكثر من لوح واحد أو أكثر، يعني 30 جرام اللي هي حبة كتير صغيرة، اللوح عادةً بيكون أوقات أكثر من 30 جرام، وإذا نحن عم نشرب المشروبات الغازية اللي فيها كافيين، إذا نحن عم نشرب الشاي، إذا نحن عم ناكل حيلا شيء كمان ممكن يكون دخله الكافيين، ساعتها هون أكيد بدنا ننتبه لحتى نراقب حالنا ونضلنا بضمن الكميات اللي هي 200 ميلي جرام أو أقل من الكافيين خلال فترة الحمل. كمان تاني فكرة لازم ننتبه لها، مشان هيك لازم نبتعد شوي قد ما بنقدر عن الشوكولا أو أقله ما نكون عم نزيد الكميات، هي السكر السريع اللي بقلب الشوكولات. أكيد بيكون عنده بيزيده السكر الأبيض، هالسكر اللي هو مضر، وكترة السكر رح يتكدس بالجسم كسعرات حرارية، وبالتالي رح تتحول للدهون اللي رح تؤدي للوزن الزايد. وأكيد عند الحمل ما لازم نحن كتير وزننا يزيد، لازم نكون عم نراقب وزننا لأنه رح يأثر هذا الشيء على صحة الطفل. كمان بحب أذكر أنه اللوح المعدل لوح الشوكولا بيحتوي على 230-250 سعرة حرارية مع 13 جرام من الدهون المشبعة. هون ساعتها لازم قد ما فينا نبتعد عن هالأنواع، خصوصة إذا أنتم من الأشخاص اللي كنتوا عم يعلى السكر عندكم بالحمل، بسموهن gestational diabetes اللي هو السكر عند الحوامل، ساعتها أكيد لازم ما ناخد أبدا لا سكر ولا المحليات لأنه بديل السكر كمان مضر بفترة الحمل، ولازم ناخد الشوكولا اللي هو قد ما بنقدر يكون مر وما ندخله السكر.
ولكن بيبقى بالشوكولا عند الحوامل منافع. المنفعة هي أنه تقريباً حسب الدراسات تبين أنه إذا نحن بناخد 45 جرام من الشوكولا المر، هذا الشيء بيكون عم بيأدي لتخفيف نسبة التعصيب والسترس. وإذا نحن بننقيه من الشوكولا المر الأسود اللي منه دخله كتير سكر ومنه دخله الحليب والزبدة الحليب، هالأمور اللي هي أكتر شيء مضرة بالشوكولا، ساعتها منكون عم نستفيد من الانتي أوكسيدنس، موانع التأكسد اللي بتخلي الجزئيات الحرة تختفي من الخلايا، لأنه أكيد الجزئيات الحرة والتأكسد رح يكون عم بيؤدي لموت الخلايا بجسم الإنسان. فأكيد نحن فينا نخده من الفواكه من الخضرة، ولكن كمان هن موجودين بالشوكولا المر اللي هو بيحتوي أكتر شيء على الكوكو أو الكاكاو، واللي هو من وراء بيجوا هالموانع التأكسد. فأكيد لازم نقي مر، ما لازم ناخده الشوكولا بالحليب، لأنه أقل سكر أقل زبدة وفي منافع أكيد أكتر من الشوكولا المحلى وشوكولا الحليب. أعزائي المشاهدين، خصوصا الحوامل بيناتكن، بدنا نكون عم نخفف الشوكولا، وأخيرا للسبب مهم واللي هو انه اذا نحن ما عم ناخذ الغذاء لانه عم ناخذ الشوكولا، ساعتها عم ينقصنا فيتامينز، عم ينقصنا املاح معدنيه، عم ينقصنا الياف الى اخره. يعني ما نخلي الشوكولا يكون هو الوجبه وما ناخده قبل الوجبه لحتى ما نشبع. مثل الاطفال بدنا نعامل كمان نفسنا ونكون عم ناخده بس بقطعه صغيره كهيك تحليه حتى تروق لنا الاعصاب، وما نكون نحن عم نعصب اذا ما عم ناكل الشوكولا. كل شيء إذا نحن بناخده باعتدال بيكون منه مأذي، ولكن عند الحمل بدنا ننتبه على الكميات، ننتبه على السكر، على الكافيين، كل هالأمور اللي هي ممكن تسيء لحملنا لا سمح الله. أعزائي المشاهدين، هيدا كل شيء بخصوص حلقتنا الحوامل والشوكولا. دايما إذا عندكم أسئلة ما تنسوا تتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا، ونحن منكون أكثر من مبسوطين نجاوب على الأسئلة ونعمل حلقات بخصوص مواضيعكم. أهلا وسهلا فيكم.